تعال بقى نروح لاختيارات الدريم تيم واللي ان شاء الله ان شاء الله يعوض اللي حصل في الاسبوع اللي فات. انا اخترت في حراسه المرمى بوب قصاد نورويتش، يقدر يطلع بكلين شيت. نورويتش عموما هجوميه مش بنفس القوه، بداوا كمان يفقدوا الامل ان هم يكونوا موجودين في البريمير ليج واقترب هبوطهم بشكل رسمي، فبوب بالنسبه لي هو الخيار الاول. في خط الدفاع والحاجات دي استنى عليها لاخر دقيقه عشان الوارد يحصل اي حاجه في ماتشات دوري الابطال او حتى المدرب يقرر من دماغه يفتكس فرايح. الخيار الاول بالنسبه لي هو انطونيو روديجير، واحد من اكثر اللعيبه ضمانا في تشيلسي، ولو مش روديجير يبقى تشالوبا لان هو غالبا مش هيلعب قصاد ريال مدريد، فوارد جدا يكون له فرصه احسن في الدوري. اللاعب الثاني هو بين وايت من ارسنال قصاد برايتون في ملعبه. برايتون مبقاش بنفس القوه وخلاص بقى واحد من البيتش تيمز اللي هو لا هو هيصعد ولا هيهبط ولا عايز حاجه من الدوري، فوارد جدا نشوف ارسنال يخرج بكلين شيت. الاختيار الثالث هو فابيان شار قصاد ولفرهامبتون. وفرهامبتون كسب في اخر ماتش، كسب 2-1 استون فيلا، ولكن الاجوان كان فيها اخطاء كتيره، الفريق هجوميا ما بقاش بنفس القوه، فبالنسبه لي هرشح فابيان شار يكون واحد من خيارات الجوله اللي جاي. في نص الملعب البدايه هتكون ببوكايو ساكا من ارسنال قصاد برايتون في ملعبه. من بعد الهزيمه من كريستال بالاس ما بقاش في فرصه لارسنال ان هو خلاص بقى مفيش رفاهيه السقوط تاني، فلازم الفريق يفضل مكمل بنفس القوه دي. والاختيار الثاني هيكون او الثاني والثالث على طول هيكون صلاح وكيفن دي بروين، الثنائي الاهم في ليفربول ومانشستر سيتي ما قبل المواجهه المنتظره بينهم على لقب الدوري الانجليزي. هيجي معاهم كمان جارد بوين اللي رجع بقوه مع ويست هام، وهنستنى دايما عليه لحد ما نشوف هيعمل ايه في الدوري الاوروبي قصاد ليون. هيكون بيلعب برينتفورد، فريق دفاعيا قليل حتى لو هو هجوميا بيزيد، ولكن عنده فرص كتير ان هو يقدر يسجل فيهم. الفريق عنده مشكله من ناحيه الاطراف بالذات الطرف اليمين اللي بيلعب فيه جارد بوين، فبالنسبه لي واحد من الخيارات اللي ممكن تكون كويسه الجوله اللي جايه. اللاعب الخامس والاخير في نص الملعب هو جيمس ماديسون من ليستر سيتي، هيلعب في ملعبه قدام كريستال بالاس. ماديسون اوقات كتيره بنشوفه مش اساسي او بيلعب وقت قليل في دوري المؤتمر، وبالتالي بيكون له فرصه اكبر في الدوري. تابع اللي هيحصل في دوري المؤتمر وعلى اساسه خد قرارك. وفي خط الهجوم الثنائي بتاع الاسبوع اللي فات هاري كين اللي ما كانش محظوظ خالص قصاد نيوكاسل وكان يقدر يطلع اكتر من كده، استمر عليه وهو بيلعب استون فيلا وبيسجل في استون فيلا كتير. والتاني هو رونالدو اللي غاب الاسبوع اللي فات بسبب المرض وراجع للتمرين، بيلعب ايفرتون اللي عنده مشاكل كتيره، فبالنسبه لي كريستيانو رونالدو هو الاوبشن الثاني في خط الهجوم.